يعني انا مثلا حاطط هنا سكر دايت لحد اقصى 2، اي نوع من انواع الشجر اللي هو السكر اي معلقه هنقللها هتفرق كتير جدا في حياتنا، اي معلقه هتقللها هتفرق كتير جدا في حياتنا. تمام، لازم امارس رياضه. ست البيت انا بعتبرها بتمارس رياضه، ست البيت بتمارس رياضه على طول، تلاقوا ست البيت من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام على طول بتمارس رياضة. فست البيت على طول بتمارس ايه؟ رياضة. حلو. الراجل بقى اللي قاعد وكرشه قدامه مترين وحاطط كوباية الشاي على الكرش بتاعه، والله تلاقوا ناس عاملة كده وقاعد بقى ايه متخيل ان هو يعني كده راجل البيت ولابس البيجامه وقاعد في البيت ما بيتحركش، يجي من الشغل قاعد للست في البيت عمال بقى يعمل لنا كذا يعمل لنا كذا، هو ده بقى ايه الراجل اللي هو الاصيل بقى اللي هو سكره عالي فما بيمارسش رياضه بشكل نهائي. لازم اضيف القرفه للاكل بتاعه وللشرب. انا واخد ضيف قرفه دلوقتي، القرفه من الحاجات اللي بتحسن مقاومه الانسولين بشكل كبير يا جماعه اهو. لقوا في الدراسات اللي اتعملت بالنسبه للقرفه انها بتحسن من مقاومه الانسولين وبتقلل من افراز الانسولين ده، فبتحسن من مقاومه الانسولين، ودي من فعلا نعمه من نعم ربنا. القرفه من الحاجات الجميله جدا اللي بتنفع مع الناس اللي عندهم مقاومه انسولين. تمام، في حاجات تانية لما تيجي تختار الكربوهيدرات، اختار الكربوهيدرات اللي هي الكومبلكس المعقده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هختار الكربوهيدرات اللي يكون امتصاصها فيها الياف كتير وامتصاصها يبقى صعب، فده طبعا هيقلل امتصاص السكر، هيقلله بشكل كبير وهيساعد معايا جدا في نقص السكر، مش هيرفع لي، ما يعملش سبايك يعني يتصل بالعمال يجوا في ثواني، لا انا عايز اتصل بالعمال على ما يجوا قدامهم فتره. العلامه اللي الحاجه اللي بعد كده اللي هتساعدني الصيام المتقطع. الصيام المتقطع من الحاجات اللي اثبتت فعاليه كبيره، وما تسمعوش الكلام اللي اتقال الفتره الاخيره عليه ده، طبعا دراسه مش بايظه انا حتى ما رضيتش اتكلم فيها يعني. تمام، وده طبعا 16 ساعه صايم، مش صايم صيام رمضان ما فيش لزوجه، فده بيبقى صيام اللي هو طبي صيام متقطع، وده طبعا بيبقى الصيام ده هو الحاجه الوحيده المهمه جدا 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 ان انا اخلي زي ما قلنا كده الناس طلعوا الرمله من قدام البيت للاوضه اللي انت عايز تبنيها فوق، فجم يطلعوا تاني مفيش مكان فوق، هيدقنهم بقى يقول لك طب هنروح ننام على ما العمال اللي فوق يشتغلوا. العمال اللي فوق جم الصبح اشتغلوا فضوا الاوضه من الرمل اللي فيها، اصبح بقى في مكان احط الرمل بتاعي. هو ده الصيام المتقطع، هفضي الخلايا اثناء النوم، ولذلك تلاقي السكر الصبح بتلاقيه عالي شويه، هو ده الصيام المتقطع اللي بيفيدني، وبيفيدني في الخلايا موت الخلايا نفسها. تمام، وكمان هنزود السولوبل فايبر، لازم الخلايا الاكل اللي هو الالياف تزيد بشكل كبير جدا، ده هيساعدنا في تحسين مقاومه الانسولين بشكل كبير. ونبدا نحط هدف قدامنا ان احنا عايزين ان احنا بشكل كبير بيبقى ان انا اشتغل على موضوع الوزن بتاعي، الوزن بتاعي. طيب في بقى معلومه مهمه عايز اقول لكم عليها تتعودوا عليها، الشاي الاخضر افضل مضاد اكسده، ودراسات كتيره اتعملت بيحسن من مقاومه الانسولين بيحسن مقاومه الانسولين بشكل كبير. لازم بقى نحول الجهه بتاعتنا من اكل اللحوم لاكل الاسماك، من اكل اللحوم لاكل الاسماك. حلو، وناخد كميه البروتين تبقى الاقل، ونقلل اللحوم نفسها اللحم نفسه، يعني ناخد البروتين من مصادر مختلفه مش من اللحمه بس. تمام، يعني بيض، الحاجات دي اللي فيها بروتين، يبقى من في بعض الحاجات النباتيه فيها بروتين بيبقاش من اللحوم فقط. تمام، انوع لحمه فراخ ارانب الحاجات دي كلها.